مشاهدينا أهلا بكم. بشيء من الأمل يحيي الليبيون ذكرى ثورتهم، متشبثين بفرصة جديدة لتجاوز الانقسام والخروج من دائرة الدم. عقد كامل مر على اندلاع الثورة الليبية في 17 من فبراير عام 2011، تحولت فيه الخصومات إلى عداوات والتنافس إلى اقتتال. إرث ثقيل يضع السلطة الجديدة أمام امتحان صعب لجسر الهوة بين الشرق والغرب، لرأب الصدع، لإنهاء فترات الانتقال والعبور بالبلاد إلى حلم الدولة المدنية الحديثة. توحيد المؤسسات الأمنية، إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وإعادة استغلال الثروة النفطية، أسئلة إلزامية في امتحان هذه السلطة التي لا تزال تقف على عتبة لجنة الامتحان انتظارا لمنح الثقة. لكن الإرث الثقيل الذي خلفته هذه السنوات يفترض أن يكون الجميع قد استوعب معه الدرس، يقول فايز السراج رئيس الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها في خطابه الأخير عن ذكرى الثورة. ذلك التحول الإيجابي الكبير في تاريخ ليبيا الحديث، ذلك التحول الذي لا يمكن التفريط فيه،